على بركة الله المقادير ديال البسبوسة اللي غادي ندير لكم اليوم. عندي هنا واحد ليمونه اللي قشرتها زعما اللي حكيتها. تقدروا ديروا الحام، تقدروا ديروها، تقدروا كما ديروها. انا حيت غادي نسقيها بالليمون دونك درتها بهذا القشر ديال الليمون. عندي قطعه ديال الملحه. هنا عندي الزيت، عندي واحد 3 المعالق ولا 4 على حسب الطاوله كبيره. هنا عندي اي وخت مسوس، وما عندكمش ديروا الحليب حيت انا عندي غير هذا. السكر درت غير نص سكر، نص حيت غادي نسقيها بالسكر داك الخليط ديال الليمون والسكر اللي طيبت في الماء حتى غادي يبرد، غادي نديرها نسقيها بها في الاخر. هنا كاس ديال الليمون الفغي اللي عصرت وجدته. هنا جوج بيضات متوسطين، وهنا عندي جوج خمارات ديال الحلوى. هنا عندي جوج، هنا عندي جوج ديال السميده هذيك باش كنطيبوا البغري الرقيقه. صافي المول، المول انا عندي غير هذا المول حيت مثقب، ودرت ليه هذا البابيي باش ما يخرج ليا الخليط. الا عندكم غير نورمال ديروا، انا ما عندي، ولكن ما ماشي داكشي اللي بغيت. صافي حيت فيه الثقاب في هنا وفي الجوانب دونك شويه بليجي باش نديروه. نتوما الا عندكم ديروا غير الزبده ورشوها بالسميده باش مش ما تلصقش لكم. نبداو على بركه الله. هاد المسائل كلشي غادي نخلطوهم ونرجع معكم ان شاء الله. الخليط خلطته مزيان، شوفتو توصلوا الفقاعات. البنات الا الا خاصو الا جاكم قاصح زيدوا ليه شويه د الحليب الا عندكم. فوالا انا خلطته مزيان في الخلاط الكهربائي حتى تخلط مزيان. تقدروا تخليوه 5 مينوت 10 مينوت يشرب لكم السميده، سينو ديروه ديريكتومون في المول عندكم. صافي هادشي اللي كاين. غادي نديرو على الفران، في الفران 170 درجه والفوق لتحت قابلوه حتى يطيب وخرجوه. غادي نسقيه بداك الليمون ان شاء الله. بقاو معايا. صافي الحلوه ديال السميده هي ولات كتحمر. ردوا البال البنات راه كتحرق في ساعه هي. نقصوا الفور الا شفتوها بحال هكا. انا كندورها من الصباح كندورها. نقصت على الفور، درت تقريبا 160 في الوسط هنا 160 وانا جالسه وحدها. البنات هذه هي الطاوله اللي درت فيها داك البسبوسه ديال السميد، ودرت ليها لي بابيي في الجناب وفي الوسط. ما غير داكشي خرج الدقيق خرج. المهم عرفتوا ملي كيخرج الدقيق في الفران كيكون الدقه الدخان استسمح. خرجتها رميتها وقلت ما مع راسي غادي نعاود الاخرى حيت غادي بقى نتسنى الدخان ما غاديش يطيب. المهم البنات النصيحه اللي غادي نعطيها المبتدئات، وحتى حنا راه كنديروا تجارب ومن التجارب كنعرفوا بحال هادو عمركم ديروا فيهم ابار ديك لا بات صابلي ولا صالي. المهم شي حاجه كتسد سميتو. فوالا انا عاودتها دروكا انتم باش درتها انا في هادي اللي سميتها. هاد الفرضيين اللي المهم كيتباعوا كاينين موجودين. صافي غير باش نقول لكم اغلاط ما ديروهاش بحالي. صافي هاد البسبوسه الفرضيه راه طابت انتم تشوفوا. ما بيش يلا خرجتها، شوفوا راه طابت. دوكا غادي نسقيها بداك داك الماء اللي درت مع السكر والليمون. صافي ان شاء الله ونزوقها نشوف اش كاين عندي، واش اللوز واش الكوك اللي عندي. انتم فرضيين ولكن راه سخونين بحال دوكا هكا، خليهم حتى يبردوا واحد شويه حيت سينو غادي تهرسوا لكم. انتم ناجحين 100%.